في الحلقة دي من زاك توك هنتكلم عن أنواع أو تخصصات الجرافيك ديزاين الثابت والمتحرك، عشان لو أنت لسه مبتدي أو بتفكر تبتدي أو حتى عندك فضول عن إيه هو الجرافيك ديزاين فالحلقة دي هتكون مرجع ليك. من غير رغي كتير يلا بينا نبدأ في أول نوع، لكن ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد زاك توك، وكمان ما تنساش ان خصم 70% على كل كورسات وورش زاك ووركس قرب ينتهي. البرومو كود الخاص بالخصم هتلاقيه في ديسكريبشن الفيديو تحت، وكمان لينك التفاصيل بتاعت الكورسات. يبقى بص كده يعني اكيد مش هتخسر يعني، وخلي بالك ان الخصم قرب ينتهي فالحق بقى نكمل كلامنا. الجرافيك ديزاين سواء الثابت والمتحرك مليان تخصصات كتير جدا ملهاش اخر، وكل تخصص هتلاقي جواه تخصصات اكتر، لكن هنحاول النهارده نتكلم عن التخصصات الاساسيه او العامه اللي تقريبا جواها كل شيء. اول تخصص هو الادفيرتايزنج والماركتنج ديزاين، او البلدي كده يعني الدعايه والاعلان، وده اكتر نوع منتشر بشكل رهيب، لان تقريبا معظم المصممين لما بيجوا يبتدوا رحلتهم في الديزاين بيخبطوا على طول في النوع ده، والنوع ده باختصار غرضه الاساسي هو انتاج تصميمات هدفها التسويق لمنتج معين او خدمه معينه، عشان كده نقدر نختصره لكلمه ادز او اعلانات. وتخصصات النوع ده كتير، زي مثلا البيل بوردز او اليوفط الكبيره اللي بنشوفها في الشوارع دايما واحنا ماشيين، او الاوت دورز عموما، زي كمان الكروت او البيزنس كاردز او البروشورات والفلايرز والمجلات. ونقدر نحط من ضمن تخصصات النوع ده اعلانات السوشيال ميديا، لانها في الاول وفي الاخر تعتبر ادز برضه، برغم ان دلوقتي مجال السوشيال ميديا بقى قائم بذاته واخد جنب لوحده كده، ولكن مفيش مشكله يعني. التخصص بقى الثاني والمهم جدا هو البراندنج ديزاين، والتخصص ده ليه اهميه كبيره جدا، لانه من الاخر كده هو اللي بيبتدي عنده كل حاجه، لانه هويه وروح اي شركه او مؤسسه. واللي بيشتغل في التخصص ده باختصار كده هو مسؤول عن اظهار روح وهويه ورؤيه وثقافه الشركه اللي بيعملها الهويه الخاصه بيها، من اول السكتش واللوجو واختيار السلوجان او الشعار والالوان اللي هتعبر عن روح الشركه، لحد ما بيتم تصميم كتيب كامل، وبيسموا الكتيب ده جايدلاينز او براندنج جايدلاينز، مش هتفرق يعني، وهي القواعد الارشاديه اللي المفروض الشركه تتقيد بيها لما تيجي تستخدم الهويه بتاعتها دي بعد كده في اي تصميم ايا كان ايه هو. طبعا النوع ده بياخد وقت ومجهود كبير عشان تكريت هويه من الصفر لحد ما يبقى للشركه دي شخصيه وكيان يتشاف بالعين ويتحسب القلب. يا سلام. يكفي اني اقول لك ان بعد ما بيتم تصميم هوية الشركة، اي تصميم جاي بعد كده لو حتى اعلان في التلفزيون لازم اللي هيشتغل في الاعلان ده يتقيد بالجايدلاينز اللي مصمم البراندنج حطها، وده عشان نحافظ على هوية الشركة وعشان كمان تتحفر في اذهان كل اللي بيتفرجوا على الاعلانات دي، عشان يبقى فاهم يعني ان ده تبع نفس الشركة. التخصص الثالث هو تخصص الويب ديزاين واليو اي او اليوزر انترفيس. وليه جمعت الاثنين دول مع بعض؟ لانه ببساطه هدفهم واحد، وهو ان الجمهور يتعامل معاهم بشكل مباشر، او لو هكون محدد اكتر يتصفحهم. والمصمم اللي بيشتغل النوع ده لازم يكون عنده مزاج خاص كده ورايق، وعنده حب للي هو بيعمله وشغف كبير ليه. وانا الحقيقه اشتغلت تقريبا سنتين ونص في الموضوع ده، وكنت يعني اجمل سنتين ونص في حياتي بجد يعني. اول ما ابتديت مجال الجرافيكس اشتغلت ويب ديزاينر ويوزر انترفيس، وعملت شغل حلو جدا ساعتها. فعشان تقدر انت كمصمم تقدم تجربه جميله للي بيتصفح التصميم او الابلكيشن بتاعك او الويب سايت يعني، عشان محدش يشتم فيك، فلازم تكون رايق وواصل لمرحله معينه من الابداع علشان فعلا تقدم تجربه كويسة للي بيتفرج على شغلك، عشان اللي بيتصفح الشغل ده يقدر يوصل لاي زرار في الموقع او يقدر يوصل لاي حاجه بسهوله. فلو انت هتشتغل ويب ديزاينر او في اليوزر انترفيس لازم تبقى شارب القهوه بتاعتك واخد كفايتك من النوم عشان تعرف تظبط الكلام يعني. لكن هو في النهايه هو مجال رائع جدا وممتع الى ابعد مدى صراحه. التخصص بقى الرابع هو الباكجينج ديزاين. وما ادراكم ما الباكجينج ديزاين؟ يعني الحقيقه ضيعت فلوس كتير قوي على باكجز كانت بتعجبني بس لمجرد ان شكلها حلو. اعتقد ان 90% من المصممين زي يعني، بمجرد ما تبقى ماشي كده في السوبر ماركت مثلا وحاجه تعجبك شكلها تشتريها على طول لان الباكج عجبتك، وده الحقيقه راجع لحاجات كتير قوي. ببساطه بقى المجال ده او التخصص ده ان المصمم بيبقى مسؤول عن تصميم المغلفات او العلب بتاعه اي منتج ايا كان ايه هو، سواء بقى المنتج ده كان علبه لبن ولا كيس شيتوس او موبايل. وبرده المصممين دول بيتعاملوا في جزء حساس جدا وهو جزء المبيعات يا معلم. عايز اقول لك ان في منتجات كتير جدا بتخسر وما بتتباعش بسبب الباكج بتاعها انه بيكون سيء جدا او مش واضح او شكله ما يشجعش ان الواحد يشتريه. واحد زي مثلا لو شكل العلبه ما عجبنيش ما بشتريش المنتج يعني، حتى لو كان المنتج ده مش احسن حاجه في الدنيا، الباكج مهمه قوي، وكمان بتدي لك احساس انك دافع فلوس يعني. بص مثلا على الباكجز بتاعت الايفون او مثلا اي حاجه تبع ابل، بتحس ان هي لوكسجري قوي او يعني حاجه حلوه يعني.
لكن الموضوع بصراحة مش بس حس فني، هو الحقيقة بيبقى داخل فيه عناصر كتير جدا غير العنصر الهندسي، لان طبعا تصميم العلبة لازم يبقى شكلها حلو ومتناسقة مع بعضها، لكن فيه كمان عنصر نفسي او سايكولوجي عشان تبقى فاهم طبيعة الجمهور اللي هيشتري العلبة دي او اللي هيشتري المنتج ده. وده فيه محللين وخبراء في التسويق بيعملوا دراسات وابحاث عشان يقولوا لك العلبة دي المفروض تتصمم ازاي، يعني مش لعب عيال، لان زي ما قلت لك الموضوع ده بيأثر على مبيعات اي شركة. التخصص الخامس بقى هو الالستريشن، وده تخصص عايز دماغ جامدة وعايز مهارات رسم قوية جدا. يعني لو انت مش موهوب في الرسم فابعد خالص عن المجال ده، لان الاساس فيه هو الرسم، سواء الرسم ده هيكون على برنامج زي فوتوشوب مثلا او الستريتور او مجرد رسم على ورق، لكن التخصص ده وظيفته الاساسيه هو رسم الطريق او الخريطه لباقي المصممين، يعني الالستريشن يرسم والباقي يمشي عليه. وعشان نفهم التخصص ده اكتر خلينا اقول لك مثال. مثلا احنا عندنا منتج لشركه ما وعايزين للمنتج ده تصميمات مختلفه، هنجيب حد بيعمل الستريشن يقعد مع العميل يفهم منه هو عايز ايه بالظبط، ويبدا يرسم الخريطه العريضه للتصميمات دي ويحط افكار ورؤى مختلفه للتصميمات، بحيث ان المصمم ياخد الكلام ده ويحوله لتصميم نهائي. وعلى فكره معظم الاعلانات ومعظم الافلام كمان بتاعت هوليود بتتعمل بنفس الطريقه، بيجيبوا حد مسؤول عن الستوري بورد هو اللي بيرسم الكلام ده كله، بيرسم المشاهد علشان كل الكاست او الستاف لما يجوا يشتغلوا في الافلام دي يبقوا فاهمين هم بيصوروا ايه دلوقتي والمخرج عايز ايه. فالشغلانه دي مهمه جدا، وده يخلينا الحقيقه نرد على سؤال مهم قوي دايما بتسال، هل مصمم الجرافيكس لازم يكون بيعرف يرسم؟ الحقيقه انه لا، مش لازم مصمم الجرافيك يكون بيعرف يرسم، انا نفسي مش قوي قوي في الرسم، لكن لازم طبعا اللي هيشتغل في مجال الاستريشن ده يكون بيعرف يرسم ويكون محترف جدا. ونقدر نحط داخل التخصص ده شويه تخصصات تانية زي الكونسبت ارت مثلا او الفاشن الاستريشن، وكمان طبعا الستوري بورد اللي كنا اتكلمنا عنه من شويه. التخصص بقى السادس يا معلم هو البوك كفرز او اغلفه الكتب، وده تخصص لذيذ الى ابعد مما تتخيل، وبرده حساس جدا لان الكتاب بيبان من عنوانه، ونقدر نغير في الكود ده شويه ونخليه الكتاب يبان من غلافه، ليه لا يعني. وهو تخصص قائم بذاته، واللي بيشتغل التخصص ده ممكن يكون عنده اكتر من مهاره زي الرسم، او عنده خبره في اكتر من برنامج زي فوتوشوب برضو الستريتور او اي برنامج 3D، وكل ما بيزود مهاراته وكل ما بيزود خبرته في اي برنامج ده بيخليه يقدر يخدم اكتر على شغله ويقدم اي فكره مطلوبه منه. وفي الحقيقه في صديق ليا، صديق حلو جدا صراحه وشخصيه محترمه قوي، وهو كريم ادم، وهو اشهر مصمم اغلفه كتب في مصر تقريبا، يعني اعتقد ان انت ممكن يكون عندك كتاب دلوقتي اصلا من تصميم كريم ادم. فلو كتبت على بيهانس او حتى على فيسبوك كريم ادم، راجل عامل شغل محترم جدا. يكفي ان اقول لك ان معرض الكتاب كل سنه بيبقى بسم الله ما شاء الله مليان من تصميماته ومن شغله. انا ما بقولش يا كريم والله، لكن انت فعلا شغلك حلو جدا وبيعجبني قوي. يعني التخصص بقى السابع هو تصميم المنشورات او البابليكيشنز ديزاين، وده برضه تخصص كبير ومهمته الاساسيه تصميم الكتب بقى والمجلات والكتب الإلكترونية، ولكن من جوه أو أي حاجة بتتقري عموما. يعني من الآخر التخصص ده هو المسؤول عن الحشو اللي بيبقى جوه أي حاجة بتتقري، زي ما قلنا بحط بقى جرانين مجلات أي حاجة معلم بتتقري، التخصص ده داخل فيها على طول. وبكده نكون خلصنا تخصصات الجرافيك ديزاين الثابت، ندخل بقى في الجرافيك ديزاين المتحرك، ليلة كبيرة ساعتك قوي مش هنخلص منها يعني. ولكن لو وصلت للجزء ده من الحلقة اوعى تنسى تعمل سبسكرايب وتشير الحلقة دي لأي حد مهتم بمجال الديزاين، الحلقة دي أكيد هتساعده. وياريت بعد ما تفعل زرار الجرس او بعد ما تعمل سبسكرايب تكون دوست على زرار النوتيفيكيشنز عشان توصلك كل الحلقات، اوعى تنسى تعمل كده ارجوك. يعني الموشن جرافيكس، التخصص بقى الكبير قوي اللي هنتكلم عنه دلوقتي في الجرافيك ديزاين المتحرك هو الموشن جرافيكس، وده تخصصي الحبيب العزيز واللي دايما بتكلم عنه بحماس شديد قوي، وهو دلوقتي التخصص الاكثر انتشارا لان كل البراندات وكل الشغل دلوقتي او اي شركه بتحتاج موشن جرافيك ديزاينر علشان شغلها يتشاف فيديو، لان زي ما احنا عارفين كل السوشيال ميديا والبلاتفورمز دلوقتي الفيديو هي رقم واحد عندها. وجوه بقى تخصص الموشن جرافيكس ده حاجات كتير جدا وتخصصات يعني ملهاش اخر، زي مثلا الفلات ارت والانفوجرافيكس وال3 دي موشن جرافيكس وال2 دي موشن جرافيكس وتترات الافلام والمسلسلات والاعلانات التلفزيونيه وهويات القنوات الفضائيه، كتير جدا جدا. وكمان تصميمات الالعاب على فكره بيدخل فيها موشن جرافيكس، شغل الفيجوال افكتس او الدخان او النار او يعني الرصاص اللي بيطلع ده او اي فيجوال عموما في اي لعبه بيتعمل بالموشن جرافيكس، وطبعا تحريك اللوجوهات. يعني من الاخر مسؤول عن تحريك اي حاجه ايا كان ايه هي ما عدا الشخصيات، يعني الموشن جرافيكس ملوش اي علاقه بالانيميشن او الكاركتر انيميشن. يعني التعريف بقى المختصر اللي انا كنت الفته الحقيقه من حوالي 8-9 سنين عن المجال هو تحويل اي بيانات ممله لفيديو جذاب وسلس للمشاهد، حاجه بسيطه كده. مصمم بقى الموشن جرافيكس ده محتاج يكون عنده درايه وخبره كل البرامج اللي انت عايز تحطها يا معلم في الباكج،
زي ما انت عايز، يعني فوتوشوب بقى، ستيتور، افتر افكتس، سينما 4D، بريمير، اوديشن، ايا كان. كل ما تزود برامج يا معلم كل ما تعرف تعمل حاجات اكتر، بالذات في الموشن جرافيكس. وطبعا في اكاديميه زاك ووركس احنا بنعلمك برامج كتير جدا زي الافتر افكتس والانريل انجن والبريمير، يعني لو حابب تتعلم برضو خد بصه وهتلاقي لينك التفاصيل. ما تنساش خصم 70% هينتهي قريب جدا، موسم الصيف بيخلص والخصم هينتهي معاه، فاديني قلت اهو. يبقى انزل بص بصه على الديسكربشن والحق نفسك يا معلم، عشان احنا بنخرجك من اكاديميه زاك ووركس محترف موشن جرافيكس بمعنى الكلمه، تقدر تشتغل في اي شركه او حتى فريلانس زي ما انت عايز. فلو حابب تدخل الموشن جرافيكس من اوسع الابواب اكيد طبعا شرفنا انضمامك لينا في اكاديميه زاك ووركس. بص في الديسكربشن. وصلنا بقى للانيميشن، وده تخصص كبير وضخم، لكن وظيفته الاساسيه هي تحريك الشخصيات او انتاج افلام 3D، وجواه تخصصين هم ال 2D انيميشن وال 3D انيميشن. ولازم طبعا اللي يشتغل في النوع ده يكون بيعرف يرسم، علشان الشخصيات او اي شخصيه تيجي في خياله يقدر يرسمها وينفذها على طول. كل بقى افلام الانيميشن او 3D او المسلسلات الكرتون اللي بتيجي على MBC 3 مثلا او كرتون نتوركس، ايا كان بقى ايه الكرتون اللي انت بتشوفه، طبعا الانيميشن رقم واحد فيه، هو اللي بيعمل الكلام ده كله. اشهر البرامج طبعا اللي بتستخدم لانتاج النوع ده المايا طبعا، برنامج عظيم جدا في الانيميشن، وال3 دي ستوديو ماكس برضو، والسينما 4D اكيد. ولكن في بقى برامج تانية بتسهل العمليه شويه زي الاي كلون، توم بوم، موهو، يعني ممكن تستخدم على فكره الافتر افكتس كمان في الانيميشن من خلال شويه بلوجنز برضو، لكن اكيد مش هيطلع النتيجه اللي البرامج الاساسيه بتاعه الانيميشن بتطلعها. مجال الفيجوال افكتس او الفي اف اكس اختصارا، يعني يكفي ان اقول لك ان المجال ده مفيش فيلم او مسلسل او اعلان مفهوش فيجوال افكتس. لازم تلاقي فيه فيجوال افكتس. المجال ده مليان وغرقان تخصصات بلا نهايه، وكنا عاملين حلقه من فتره كبيره قوي اسمها الفيجوال افكتس والمونتاج، ممكن اسيبها لكم في الاي او ممكن تبصوا بصه يعني على القناه، كنا بنتكلم عن الفيجوال افكتس يعني بتعمق اكتر، فارجع شوفها عشان مش هتكلم كتير قوي عن المجال ده دلوقتي، لان بصراحه تعبت مراغي جدا ومش عارف الحلقه وصلت لكام ومش عايزها تبقى طويله عشان تتشاف يعني، فارجع شوفها بقى. مجال المونتاج او الايديتنج هو برضو مجال قائم بذاته ومهم جدا، ومفيش استوديو ما فيهوش مونتير، ولازم المونتير يكون عنده حس اخراجي ويكون فاهم زوايا، يعني مش مجرد واحد بيقص ويلزق وشكرا، او بيحط تراكس فوق بعضها او لايرز. لا يا معلم، انت لازم تكون اصلا دارس اخراج وفاهم الحبكه الدراميه بتاعت الافلام بتتعمل ازاي، لان كل مشهد من المشاهد اللي ممكن تتركب ممكن تديك معنى تاني خالص غير المخرج عايزه، فلازم تبقى فاهم في زوايا التصوير زي ما قلنا، وطبعا قواعد التصوير كمان، لان المونتير ده بيبقى لازق في المخرج، فلازم يكون فاهم شغله كويس عشان ما يخنقش المخرج. وبرده في حلقه الفيجوال افكتس زي ما قلنا هتلاقي فيها جزء عن المونتاج، برده جزء حلو قوي يعني، ابقى ارجع برضو شوفها، يعني هنعمل ايه لازم تشوفها. وعايز اقول لكم في نهايه الحلقه ان حلقه واحده مستحيل تكفي او تكون كافيه علشان اقدر اتكلم عن التخصصات وانواع الجرافيكس، الموضوع كبير جدا جدا، لكن انا حبيت النهارده اديكم هنت سريع كده عن الحكايه عشان اللي عايز يدخل في الموضوع بيدوس يا معلم. فحاولت النهارده اتكلم باختصار شديد جدا عن معظم الانواع عشان لو انت حابب تدخل المجال او محتار او خايف او لسه بتسال، فالحلقه دي تساعدك باذن الله. المشكله الكبيره بقى، مع اني ما كنتش حابب اتكلم عن مشاكل الحقيقه، ان انا في عالمنا العربي الجميل يعني الموضوع ماشي الحقيقه يعني سمك لبن تمر هندي شويه، يعني ممكن تلاقي مصمم واحد يا عيني شغال في كل التخصصات دي بلا استثناء، وده بجد والله، وده في دول تانية طبعا يعتبر تهريج وساعات كمان بيبقى ضد قوانين العمل. مش محتاج طبعا اكلمكم عن اهميه التخصص، كلنا فاهمين ان التخصص مهم جدا، يعني لو كل مصمم بيبقى ماسك الحته بتاعته اكيد ده هيخليه يبدع اكتر، وده طبعا لمصلحه التصميم ولمصلحه العميل وللشركة كمان. لكن للأسف احنا هنا بنحب نوفر، فبنجيب بني آدم واحد نلبسه كل حاجة وشكرا يا معلم. الواحد والله بيشوف ساعات خزعبلات في اعلانات الوظائف، يعني ناقص يطلبوا حد كمان زائد انه بيعمل كل حاجه، انه يكنس ويمسح ويطبخ يعني. لكن ده الحقيقه ما يخلكش تحبط، بالعكس انك تعرف اكتر من تخصص واكتر من مجال ده بيفتح لك سكك كتير جدا وفرص كتير قوي، وبيخليك طبعا متميز عن غيرك، خصوصا يا معلم لو انت ناوي تكون فريلانسر، فهتحتاج تعرف اكتر من تخصص واكتر من مجال. وبكده تكون حلقة النهاردة الحمد لله خلصت على خير. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، انا عارف ان انا رغيت كتير النهاردة وبعد الحلقة دي اكيد هريح، فاتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، واوعدكم باذن الله ان لو الحلقة دي عجبتكم اننا نعمل مجموعة حلقات نتكلم بقى فيها عن التخصصات دي بشكل اعمق، يعني اكتر من كده كمان، وممكن بقى بعد كده كمان نتكلم عن البرامج وازاي تتعلمها، ليه لا يعني. كان معاكم محمد زازوق من zacworks.com وzacworks.academy، السلام عليكم.